سلام حبيباتي، اليوم جيت نقدم لكم رغيفات على شكل وردة ولا الحلوه الغراف، كل واحد شنو كيسميها. غادي نحتاجو في المقادير ان شاء الله، غادي نحتاجو واحد البيضه وحده، غادي نحتاجو السكر ديال الفاني، غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الطحين اللي سبق لي وغربلته من قبل، غادي نحتاجو الملحه، ونحتاجو الماء غير دافي ما يكونش طايب، يعني يكون غير دافي صافي. غادي ندوزو المقادير طريقه التحضير. غادي ناخدو الدقيق طحين، غادي ناخدو شويه ديال الملحه، غادي نديرو السكر الفاني، غادي نزيدو بيضه صافي. دابا غنبداو نخلطو بحال هكا، البيضه مع ديك شويه الملحه مع السكر الفاني صافي. دابا غادي نبداو نجمعو بالماء بشويه بشويه تتجمع لينا العجينه راه كتجي بحال عجينه المسمن، يعني ما كتكونش العجينه قاصحه وما كتكونش ثقيله، كتكون بحال عجينه المسمن صافي. كنجمعوها غادي نكمل ومن بعد نرجع معكم انتما. بعد مني جمعتها صافي كندوزو، دابا كندلكوها شويه، كندلكوها مزيان باش ملي كنجيو نخدموها نشكلوها ما كتعذبناش. غادي ندلكوها مزيان صافي. دابا غادي ندوزو باش نشكلوها، راه كتكون بحال غتصايبو المسمن، يعني كتشكلوها بحال هاد الشكل هكا، كتجي صغيره شويه، كنديروا لها بحال هكا صافي. كنكملوا على هاد الطريقه بحال هكا كاملين، كنشكلوهم بحال هكا، كنديروهم على هاد الشكل بحال ديال اللي غنديرو مسمن صافي. البنات من بعد مني شكلناهم على هاد الشكل بحال مسمن، كندهنوهم شويه الزيت باش ما كيعملوناش هذيك القشره صافي. كنغطيوهم وكنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، من بعد نرجعوا نكملوا مع بعضياتنا. سيس ما قلت لكمش البنات ضروري تغطيوهم باش يرتاحوا، كتغطيوهم بالميكا ولا سلوفان ولا شي حاجه بحال هكا صافي، وكتخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش ملي كتجيو تخدموا بهم كيجيكم ساهلين وما كيعذبوناش. من بعد ملي كدوز 5 دقائق البنات كنجيبو العجينه، كنبداو نطلقو فيها بحال هكا، بحال كنطلقو المسمن بحال هكايا، نطلقو فيها. كنكونو دايرين الزيت المقله كتسخن، يعني شي كسرونه هكا صغيره تكونوا ما كتحتاجوهاش، اولا راه كاينه المقله ديالها راه كتتبع عند مولي اللي كيبيعوا ديك ملزمات الحلوات الحلويات، كتمشيو لعندو راه كيعطيوها لك، قول له عطيني هذيك المقله ديال حلوه الغراف راه يعطيها لك صافي. من بعد ملي كنديروا بحال هكا صافي، من بعد البنات ملي كنطلقها بحال هكا وكنكون يعني دايره المقله سخونه عاد كنهزها بهذه الطريقه هذه بحال هكا، ما تخافوش من واخا تقطع لكم كنهزوها بحال هذه الطريقه هكايا، كنهزوها بحال هكا كنديروها في المقله، كنرميوها بحال هكا نديروها بحال هكا. كنجيبو الفرشيطه البنات وكنبداو ندورو بحال هكايا وهي كطيب، كندورو بحال هكا صافي، كنتسناوها حتى كطيب، ومن بعد ملي كطيب لينا من الجهه الثانيه كنغنيو نقلبو على الجهه الفوقانيه، ومن بعد ملي كتحمر لينا كنجيبو شي صفايه ولا كسكاس وكنسقطروها من الزيت. المهم انا نسالي البنات هادشي اللي عندي كامل، ومن بعد نرجع نوريوها لك في الشكل التقديم. هانتوما البنات من بعد ملي قلبتها على الجهه اللي طابت كنولي نقلبها على الجهه الاخرى مازال تحمر وتاخذ لينا النول،
ومن بعد صافي ملي كطيب راه كنصفيوها. ها نتوما البنات من بعد ملي كطيب وكتحمر كتجي على هذا الشكل بحال هكا، كنديروها شي صفاي ولا كسكاس باش كنسقطوها من الزيت وكتجي على هذا الشكل هكا وكتجي محمره. دابا غنوليو نعاودو وحده مع بعضياتنا. ها نتوما ولينا طلقنا وحده، غادي نهزوها نفس الطريقه بحال هزينا قبيلات. ما تخافوش من البنات واخا تقطع لكم راه كتجيك بحال هكا، كتهزوها من الوسط كتجي على هذا الشكل هكا كتهزوها، ومن بعد كنديروها في المقلة كناخدو الفرشيطة كنبقاو ندورو بحال هكا كندورو بحال هكا صافي. من بعد ملي كتحمر عاوتاني كنوليو نقلبوها على الجهة الأخرى حتى كطيب لينا. ها نتوما البنات من بعد ملي كيوجدو الرغيفات وكنقليوهم وكنديروهم يستقطرو من الزيت كنزوقهم بالسكر كلاصي على هذا الشكل بحال هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، شفتوهم كي كيجيو راه كيجيو البنات مقابلين بزاف. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي جيم.